لئن يهدي الله بك رجل خير من حمر النعم. حمر النعم دلوقتي تفتكروا فيلم عن طرب نشداد لما عمه بقى وحماه طلب منه انه يروح يجيب النياق الحمر لعبلة اهدول الحمر النعم. الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. في الفيديو اللي فات بنتقد قطر في المبلغ اللي صرفته، انا لست اسفا على ذلك ان المبلغ اللي صرفته كتير جدا، لكن كما انتقدت قطر الان الداعية فيصل الهاشمي الداعية الاسلامي الشهير المعروف بيعلن ان 558 شخص وافد اجنبي لحضور كأس العالم في قطر اعلنوا اسلامهم الاسبوع الماضي فقط 558 شخص اعتنقوا الاسلام. يأسلموا فضل من الله تعالى خلال الاسبوع هذا بس، من الجمعة الماضية للجمعة هذه 558 شخص دخل الاسلام بفضل من الله تعالى، ثم في ميزان حسنات انتم تسببتم في دعمكم وعطائكم لنشر السنة ونشر الاسلام. تخيلوا احدنا ما بدأ كاس العالم ومسوين في كاس العالم طاولة ضيافة لاستقبال المشجعين وغيرهم اللي راح يحضرون في كاس العالم. وللعلم ترى اللي اسلموا قبل كاس العالم لسه تو الناس. الحين انا طالع انا واخوي يوسف عسى ربي يحفظه رايحين الى منطقة الحسا السعودية. راح نشتري التمور والرطب والسناكات نحطها والقهوة والشاي والفوالة نستقبلهم ونشجعهم ونعرفهم على كرمنا وديننا وسماحة اسلامنا. في وفد جاي من الكويت، ناس جايين من بعض من السعودية من بعض الدول دعم لهذا الفريق اللي ينشر السماحة والابتسامة بين المشجعين. طبعا كل الشكر والتقدير لقطر على ان هي بدأت بتنشر روح وسماحة الاسلام. حتى الفيديو بتاع الشيخ زاكر نايك الداعية الاسلامي الشهير انا كنت مقتنع ان هي جايبه عشان خاطر كاس العالم بس، لا الموضوع مش كده، الموضوع ان قطر جايبه الشيخ زكر نايك والشيخ عمر عبد الكافي والشيخ فيصل الهاشمي وكذا شيخ من مشايخ المسلمين المعروفين بالوسطيه بتاعتهم وبسماحتهم ومعروفين بحب الجمهور ليهم، اكتر من شيخ او اكتر من داعيه اسلامي قطر جابتهم واستدعتهم عشان خاطر اثناء المونديال ما هو شغال والملاعب ما هو شغاله دول هيكونوا من وظائفهم او المهام المكلفين بيها دعوة الناس للاسلام ونشر الاسلام بين الوفود الاجنبية علشان الوفود الاجنبية تعرف حقيقة الاسلام. فالحقيقة ده مشهد حلو جدا جدا تشكر قطر عليه ويشكر امير قطر عليه ويشكر الشعب القطري عليه. ولكن برضو علشان الناس اللي زعلت مني في الفيديو الماضي وانا بتكلم عن المبلغ اللي صرفته قطر، في بعض الناس قالت لا ده المبلغ ده للبنية التحتية واللي صرفته فقط لغير للمونديال 20 مليار، وفي ناس تانية قالت لا ده اللي صرفته للمونديال فقط 8 مليار، وفي ناس تانية قالت لا ده 7 مليار. ايا كان الرقم، لو الرقم بتاع 250 او 220 ده صرفته من اجل ان هي بتنشئ بنية تحتية لدولة زي قطر تمام، اما لو صرفته من اجل مونديال والكلام ده كله فهذا تبذير. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، انا قولا واحدا يعني عشان بس انا ما بحبش اقول جمله وتراجع عنها فتحسب عليا مش لي. لا، اذا صرفت هذا المبلغ في انشاء بنيه تحتيه لدوله قطر وللشعب القطري تمام، كمدارس مستشفيات حاجات من دي تمام، اما لو صرفت عشان بس النادي المونديال والفشخره والكلام ده كله فده تبذير وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. المهم ان في الاخر الخبر الاهم والاحسن والاسعد بالنسبه لنا في تقريبا والله في عام 2022 ان 558 شخص يعلنوا اسلامهم في مونديال قطر حتى هذه اللحظه. الله اكبر ولله الحمد. السلام عليكم.